بنتمنى طبعا كل التوفيق لمنتخب المغرب في مباريات او في مباراه اليوم امام منتخب البرتغال واروح مره ثانيه لاستاذ ابراهيم شايف ازاي المباراه النهارده المغرب امام البرتغال اعتقد مباراه ليست بالهينه بنتكلم عن كريستيانو رونالدو بنتكلم على ايضا يعني نجوم في المغرب يمكن شفنا خلال التصريحات لاهلهم حتى مش هنقول للجمهور كان التصريحات بيقولوا ان المغرب بيلعب ب 70% من ادائه تحديدا لكنه بيقاتل من اجل اقتناص اللقب هل المغرب قريب منها؟ قريب لو لعب بنفس الطريقه لو لعب بنفس من طريقه منتخب يعني مباراه اسبانيا بنسبه كبيره المغرب ممكن يوصل بالمباراه في الحته اللي هو عايزها ان هو عايز يوصل المباراه لركلات الترجيح زي ما عمل مع المنتخب باسبانيا بنراهن على ياسين بونو بالظبط أه. لان هو ده الرجل الاول او ان هو الحامي الاول لمنتخب المغرب ولكن قدامه 10 لعيبه كمان كلهم بيدافعوا بيقتلوا على المباراه بشوف إن المغرب ممكن ما تلعبش الكرة الحلوه او الكوره الجميله في الملعب ولكن بتقاتل وبتلعب بروح كبيره جدا وده اللي احنا عايزينه لمنتخب المغرب اللي بنتمنى ان هو يوصل نص النهائي وتحقيق انجاز كبير طبعا. نعم يمكن في اصابات كتيره موجوده دلوقتي في صفوف فريق المنتخب المغربي تحديدا شايف مين العناصر اللي ممكن تشارك النهارده شايف ان يعني أو أبرزها هما يعني اعتقد ان ياسين بونو ده العنصر الابرز اشرف حكيمي حكيم زياش النصيري دول ابرز الاسماء اللي ممكن تشارك النهارده وكمان بوفال يعني صاحب الترئيس العشر في مونديال قطر اللي جاي دلوقتي ولكن ممكن يتعرض المنتخب المغربي لفقدان بعض العناصر رومان سايس نايف اكرد دول من العناصر المهمه جدا ممكن يفقدوا بدر بنون بدر ممكن يشارك بنسبة كبيرة لأن نايف أكرد ورومان سايس ممكن واحد منهم هم الاثنين يجيب على مباراة النهاردة بسريع عشان فرنسا وانجلترا تتوقع من فيهم؟ أعتقد المنتخب الفرنسي المنتخب الفرنسي يعني على أي حال طبعا أهم حاجة المنتخب المغربي بالنسبة لنا لأنه, لأنه بيمثل الوطن العربي ككل نشرح حضرتك على وجودك معانا في صباح الخير يا باسل